انا كندور في السوق شعبي، هما معايا ولادي. خر كاميرا ما تتبينش. زيد من ثم ولادي فين غادي نحلاي؟ غادي نخرجوا نتقداو السوق شعبي. السوق شعبي اول مره كندخل السوق شعبي البنات. غادي نشربوا العصر غادي نكملوا. صحه حلو زوين زوين هو حنا في سوق شعبي. الخضره تتباع لتحت كاين واحد السوق فين بغيت الفوق غنمشي للسوق ديال الخضره نتقدى شي حاجه غادي نمشي للدار البنات. خلصتك داكشي ياك؟ بغينا نشربوا الرمان وواحد السيده من لي فان ديالي خلصت علينا. بسم الله حياتي باش الا مشيت للسبيطار نجمع به شعري. بغينا نشربو شي عصير البنات. البنات انا سكتي فزقت. البنات انا جيت من الزنقه غنوريكم شنو تقديت. تقديت بعدا الخضره ديال الكسكسو انا غنوريها لكم. تقديت واحد الصوصيط ديال اللحم ها هو ها نتوما البنات. تقديت واحد الصوصيط ديال اللحم ها هو ما عرفتش كيبان لكم ولا لا. المهم ها هو الصوصيط البنات ديال اللحم تقديته. اوكي تقديت البيض بلدي هذا البيض بلدي البنات والنص تهرس لي لحته والنص بقى حيت مع كنا هازين وداك الشيء. المهم شريت ربعه يطرو ديال الحليب غنديرهم في الكونجيلاتور. شريت هذا القرقاع بالتمر غنولي نعطيه لولدي. هذا البنات ريتا سكتي. هذا البنات واحد الجبن ديال العروبيه نبقاو نفطرو بيه. جبتو حتى هو غادي نبقاو نفطرو بيه في الصباح. بالنسبه للكوفيتير انا جبت هذا ديال الفريز ولكن ولادي انا ولادي كيعجبني هذا جبتو كبير. هذا ديال الحلوى هذا المشمش ولكن حنا كيعجبنا ناكلوه البنات تيكون حسن من الاخر. بقاو معايا. هذا بالنسبه للكوفيتير كيعجبنا احسن من الاخر. اسكتي ريتاج. هذا كوفيتير ديال المشماش البنات. المهم تقديت واحد شويه ديال الليمون ها هو غادي نديرو مع عصير مع الخيزو. ها نتوما البنات انا خديت واحد الكيكه ها هي هاد الكيكه كل نهار مع دابا انا كنعكز نوض في الصباح ونسخن ليهم الخبز. هاد الكيكه ديال الدار كتصايبها واحد المراه
تحمرت شويه من هنا. هاد الكيكه ديال الدار البنات كتصايبها واحد المراه، ها هي غادي نولي نديرها لهم يفطروا بها في الصباح. المهم هادو هما المشتريات ديال الفطور، جبت الكوفيتير، جبت البيضه ديال الحليب، جبت البيض بلدي، جبت هاد الجبن ديال العروبيه، جبت هنا الصوصيط نطيبو الغدا صافي. ودابا غادي نوريكم الخضار، ندخل بعدا هادشي للثلاجه فهمتي، ندخل البنات هادشي للثلاجه ومن بعد ملي غندخل هادشي للثلاجه عاد غادي نوريكم الخضره اللي شريت. البنات كما كتشوفوا انا صفطت البيض في الثلاجه. ايوا هاد شو سميتو هذا درته هنايا، شو سميتو هذا نقرقع التمر صافي. درت الكوفيتير هنا صافي. دابا غادي صافي غادي نغطى الكيكه بالسلوفان وندخلها الثلاجه باش في الصباح عاد نوريكم البنات الخضار اللي تقديت والديسير. البنات انا راني جبت المطيشه وكنغسل فيها دابا، شوفوا كنغسل في المطيشه البنات كنغسل في المطيشة. البنات كنغسل الباربة. شوفوا البنات انا جبت القرعه ديال الكسكس ونبقاو معايا تنوريكم كلشي. البنات هانتوما شوفوا ها هي القرعه ديال الكسكس انا وجدتها هنا الكركم، القرعه كلشي وجدتو البنات. ايوا صافي ها هي الخضره، الليمون، شريت النعناع، الصوصيط، شريت الباربا. المهم البنات كلشي وجدتو دابا وشريت الباربا. هادشي غندخلو للثلاجه وغنطيب معكم هاد الصوصيط نتغدا بيه، وغدا غنصايب معكم الكسكسو. وقبل ما نطيب الصوصيط اجيو معايا نشرو الحوايج راني ديجا. المهم حتى ندخل قوم معايا ندخل هادشي للثلاجه وديك الساعه تجيو معايا نشرو الحوايج. اجيو معايا البنات. حبيبي حبيبي ما البصله هاهي دايره في هاد الشبيكه هادي. ترا جبت حتى الباربا ها هي. المهم كلشي جبتو وندخل هادشي للثلاجه. المهم بنات انا يلا صبنت انتم الحوايج نشرت الحوايج. ايوا صافي هيا ريتاج كتعلم الحروف ورايان تنتن راه قوسوا عليك الله يستر تسقط، ولكن وريني بوكو يا عبد الرب الفرق. شوفوا رايان تكتب، رايان تيحفظ وهو يتعرش. واش هاي سالات شايا كروك هاوت يقرا. انت شنو كتبتي؟ وريني شنو كتبتي. انا كتبت هادو هادي وهادي 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 هي كتبتها. دابا انت كتكتب لها شنو تكتب؟
هذا ريت عشان تعرف. ثلاثة أنا جبت نقط. كتقرا مزيان. ولات كتعرف الحروف. شنو هي هذيك ريتاج؟ دال. نقولش ليها. دال. هذه شنو هي؟ دال. لا هذه. ج. شين. شين. هاي الشين. هذه. سين. سين. سطيع. البنات ولادي تيقراو غنطيب انايا انا البنات غادي نطيب الغداء دابا اجيو معايا اول حاجه انا الصوصيط ما درتوش كامل اختي كنقطعها صد درت غير هذا الشيء ما بغيتش ندير بزاف دابا هذا الصوصيط راه ما كنطيبوش كله راه تنقطعو دابا هذا الصوصيط انا راه قسمته درت شويه هنا وشويه درته في الثلاجه صافي البنات دابا هاد الصوصيط هذا غادي نقطعو بحال هكا وغنقطع البصله واجيو معايا حتى تشوفوا صافي هو عندي هنايا شويه الخيزه ها هو عندي جوج ليمونات حاطاهم فوق البوطه عندي جوج ليمونات وشويه الخيزه غندير واحد العصير بالليمون والخيزه وغادي نصايب الصوصيط بالبصله بقاو معايا حتى تشوفوا الطريقه جا البنات غادي نحتاجوا بصله اجيو معايا بلاتي نقابل معكم الكاميرا ايوا البنات اول حاجه غندير غادي نقطع البصله المهم انا ما عنديش داك الرينغ لايت مولفه كندير رينغ لايت ما عنديش الرينغ لايت غادي غيبان غير شنو كنصايب انا وياكم اول حاجه غادي نقطع البصله بحال هكا غادي نقطعها ونغسلها وحبيبي يا حبيبي صافي البنات غادي نقي البصله بحال هاي بحال هكا صافي انا نقيت البصله عندي هاد المقيله هادي هاد المقله بالقفاله ديالها صغيوره صافي غادي نبقاو معاها غادي نسقطها من الماء حيت غسلتها مزيان غسلت هانتوما البنات اول حاجه غادي نشلضوا البصله شوفوا غادي نشلضوا البصله بحال هكا مزيان كتكتب مزيان مزيان ريتاج بدات كتعلم الحروف تنعلموها الحروف صافي البنات هانتوما البنات انا درت البصله شلطت البصله طاحت لي شويه الله معايا اجل لا تختي مسحي نوريكم البصله هانتوما شوفوا انا ها هي البصله انا شلطتها صافي دابا غادي نقطع شويه الصوصات اجل اسكت سكتوا شوفوا البنات بالنسبه للصوصيط ها نتوما كنقطعوه بحال هكا هانتوما بحال هكا صافي غادي نديروه مع البصله ما غنديروا مع البصله ونديروا العطريه غادي نديروا العطريه وغادي نديروا كلشي اصلا هاد الصوصيط فيه العطريه انا غنديرها شويه العطريه في البصله صافي غادي نقي نقرد واحد جوج مطيشات وبقاو معايا البنات غندير واحد المقله ديال الصوصيط بمطيشه والبصله ايوا يا البنات وحبيبي ايوا جي تشوفوا معايا انتوما هذا غداء البسيط حيت اليوم خرجت تقديت تا الغدا غدا ندير لهم شي قصريه ديال الكسكسه حتى غدا نصايبها لهم راه ما تختفش البصل هذه باش نصايبها اسكت سكتي ريتاج 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 جوج مطيشات البنات
تما غنصايبهم سكتي تاج قوم معايا غادي نقي المطيشه وريت السكتي هادي رايان فاش غلطت يا رايان ما غلطش هاد المطيشة شوية مسوسة ماشي مشكل غادي ما غلطتي في والو برافو كتب شوف فرنسي كتبها صغيرة وزوينة متبقاش فهمتي اكتب اما اختك شوفي دفاتر الاخرين خلي دفاتر نقيين شوفي هنا خلي دفاتر نقيين ها شوفي مزيان شوف كتبها صغيرة وسير مع السطر نيشان متبقاش تخرج على السطر سيري علمك الحروف انتيا هيا البنات بلا ما نكثر مطيشه ندير غير هذا صافي نحيدو هاد الشي لا تختي خصني شي حاجه نبقى نحطها هنا نبقى نصح بها هانتوما البنات هانتوما شوفوا دابا انا درت الصوصيط هنا غادي نقرد المطيشه غادي نديرها هنا وغندير العطريه وغادي نهز الزيت والعطريه وغادي نطيبو غنسد على الصوصيط يطيب مع المطيشه والبصله وغندير شويه الربيع اسكتوا غنحك واحد الثومه وغندير شويه الربيع وغندير هاد المطيشه والعطريه والزيت وبقاو معايا اختي تشوفوا بغيت زعما نستر بيه الفيديو فهمتوا ما بغيتش نطول الفيديو هانتوما باش اختي نطيب نطول الفيديو صافي وغادي ندير العطريه وندير شويه الثومه من بعد ما غندير شويه الربيع وشويه الثومه والعطريه غادي نصايب معكم عصير الخيزو والليمون ماما انا باش نكتب لي سيليس ماكش يقول لي اكتب لي اكتب لي يا رايان صافي عاود كتب ليها ما فيها باس وكتبيهم بوحدك ما تعاودش خصك تحفظ حفظهم مزيان قول لها الاسماء ديالهم وكتبهم ما تلعبيش حنا ما تلفش ما توسخيش تريكوك اجوا البنات هانتوما انا درت المطيشه درت كلشي صافي دابا غادي ندير العطريه بالنسبه للعطريه غادي ندير شي شويه ديال الابزار حيت اختي يد كتصور يد كتخدم شويه ديال الابزار بقاو معايا اخوت غادي نديرو شويه الزيت حنا درنا العطريه درنا البصله غادي نديرو البنات الزيت صافي غنطيبو داكشي كاميرا عندي مرونه ماما شوفي كتبتي مزيان شوفي لي شوفي لي شوفي يا ماما شوفي على البوطه نعم عريتي برافو مزيان صافي البنات هانتوما صافي نخليو هاد الشيء غير يتحمر غادي نبدا نحركو غير يبدا يطيب نبدا نحركو صافي غادي نسد القرعه ديال الزيت غادي نسد القرعه ديال الزيت صافي غادي هاو الخيزو البنات جوج ليمونات صافي غنصايب العصير باش ما نطولش عليكم هانتوما هاي الماكينه باش ما نطولش عليكم في الفيديو نبقاو معايا حتى تشوفوا الصوصات ملي غيطيب والعصير ما غنصايبو ايوا البنات هادشي اللي كاين اجيو معايا هانتوما البنات ها هو الخيزو مع الليمون غادي نطحنو كاميرا عندي هنا ماما البنات ها هو الصوصات بالبصله ومطيشه
وها هو الخيزو والليمون غادي نطحنو دابا. سيرت كسريتاج البنات راني طفيت على الصوصيط البنات راني طفيت على الصوصيط ايوا البنات ها هو الصوصيط ديالنا طاب احنا غادي نسدو عليه وغادي نصايبو العصير دابا هانتوما دابا غادي نتغداو اجيو معايا بقاو معايا ايوا البنات هاد الخبزه هادي كبيره ديال الزرع جبتها من عند واحد المراه كتصايبو لا لا صرا ما لا هاد المراه جات علينا درنا الخيزو البنات خيزو مزيان المراه ماما تقولي واش ما تعجبكش ايوا البنات صافي حنا صايبنا العصير بالخيز والليمون عرفتي يجي زوين زوين تعجبنا انا صافي حلو خلص الصوصات والبصله ما تاعها كيجي زوين تاعو صافي البنات غادي نبداو نتغداو دابا صافي البنات انا غنبدا نتغداو صافي دابا غنجمع لكم الريتاج كنوكلها بيديا اختي هي هكا ما تبغيش تاكل ما تنساوش ديروا لي لايك وابوني وشكرا للفان ديال هويام وميني بلوك تنبارطاجي حياتي معاكم ودروا لايك وابوني وبارطاجوا القليل ترى جبت حتى الباربا ها هي المهم كلشي جبتو وندخل هادشي للثلاجه